بعد تمديد الهدنة السارية في سوريا لمدة 48 ساعة إضافية، يبقى الاختبار الرئيسي للاتفاق الأمريكي الروسي تسليم المساعدات الإنسانية لحلب، وفق وزير الخارجية الفرنسي الذي طالب واشنطن بإطلاع حلفائها على نص اتفاقها مع موسكو. فالشاحنة التي ستنقل المساعدات من تركيا إلى حلب لم تتحرك بعد بانتظار تصاريح الحكومة السورية، كما أن إيصال المساعدات للمدينة بحاجة إلى انسحاب القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من طريق الكاستيلو، وهو أمر لم يحصل بعد رغم أنه أحد بنود الاتفاق. في ظل هذه العراقيل لفت مسؤول كبير في المعارضة المسلحة في حلب إلى أن انسحاب الفصائل محل أخذ ورد، لأن الاتفاق يقضي بالتزام الهدنة لكن ذلك لم يحدث، مؤكدا أن محيط الكاستيلو استهدف الخميس. أما الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا فدعا من جهته واشنطن وموسكو إلى تولي فك الارتباط بين كل الأطراف حول طريق الكاستيلو، منتقدا مجددا الحكومة السورية. لم نحصل بعد على التصاريح اللازمة لإدخال المساعدات، هذا هو الواقع وهو أمر مؤسف لأننا نخسر الوقت، يجب التصرف فورا. وسط كل ذلك اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة باستخدام ساتر لغوي لإخفاء عدم رغبتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك الفصل بين جماعات المعارضة المعتدلة والجماعات الإرهابية. على صعيد آخر، وبعدما نقلت وسائل إعلام عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن محادثات السلام قد تستأنف في أواخر أيلول، نفى عضو الهيئة العليا للمفاوضات جورج صبرا وجود أي موعد لاستئناف المحادثات. إلى ذلك التقى رئيس الأركان الروسي نظيره التركي في أنقرة لبحث الشأن السوري والتعاون العسكري مع تركيا.